بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 12/8/2017 من أمام أحد قصور الدنيا، قصر الشومبرون. وحدائقه الغناء في قلب فيينا. وهذا القصر تم بناءه للقيصرة إلينورا عام 1643، واستمر البناء فيه لمدة 205 سنوات. يحتوي على 1404 غرف. لما حاصر الأتراك فيينا هدموا جزء كبير من القصر، ولكن قدر الله أنهم ما يسيطرون. الله المستعان. هذا أبو معاذ والسلام.